واتبع السيئة الحسنة تمحها. ولو عملت سيئة ولا حاجة اعمل قدامها حسنة. وكان مشايخنا كانوا يقولوا لنا كده زمان واحنا ايه في الطلبة في الكلية وكنا نحضر ليهم، كان يقول كل ما تعمل مخالفة ايه تصدق صدقة. كان زمان الجنيه يعني ليه قيمة ايام ما كنا احنا طلبة، دلوقتي ما بقاش ليه قيمة، ربنا يرجع له قيمته ان شاء الله. فكان يقول لنا ايه كل ما تعمل مشكلة ولا حاجة تتكلم فيما لا يعنيك، تبص بصة ما تلقش، تضيع وقتك فيما لا طائل، واخد بالك، او مثلا تعلي صوتك على حد كبير كده وتسيء له المعاملة او شيء من هذا، او تغضب وما تعرفش تغزم غيظة تقوم تطلع جنيه، كل ما تغلط تطلع جنيه جنيه جنيه، تلاقي نفسك في اخر اليوم طلعت 10 جنيه. الله، ده ال 10 جنيه دي مصروفي طول الشهر، يبقى انا هقعد اشحت بقى. تقوم تبطل تعصي لما تعرف انك انت، يقول لك لو معكش فلوس تصوم قدامها يوم، افرض معكش فلوس تطلعها، يبقى كل ما تعصى صوم يوم. الله بقى حصوم كل يوم بقى، يقوم البني ادم يخاف ايه يعمل المعصيه بقى، لانه عارف انه قدامه عقوبه. واتبع السيئه الحسنه تمحها. شوف دي طريقه تربيه للنفس. كل ما تلاقي نفسك وقعت وانزلقت في معصيه او في غفله او في شيء من هذا، اعمل حسنه قدامها. ان كنت من اهل المال طلع مال صدقه، وان كنت ايه ما عندكش مال يبقى صوم، ما تش قادر تصوم يبقى ايه كتر الاوراد عليك شويه. الذكر، انا عليا جزء قران في اليوم 5 اجزاء النهارده، وتقعد بقى تقرا 5 اجزاء، عقوبه ليك علشان انت ايه ضيعت وقتك فيما لا طائل. فهمت؟ يبقى دي طريقه لتربيه النفس، يعود الانسان نفسه كلما اساء بينه وبين ربنا انه يحسن. كان الحسنه استيكه بتمسح بها السيئه، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. شفت؟ كان النبي بيفسر القران صلى الله عليه وسلم. وأتبع السيئة الحسنة تمحها.